أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة في البلاد بسبب هذا المرض إلى 1820 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1266 حالة خلال الساعات 24 الماضية. وتدعو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهر على الشاشة.